عمودي لجأ الهدية. أكبر رد على الإكس فاكتور حيكون الشغل اللي حنزله إن شاء الله في الأسواق من إنتاجنا إحنا. ما فيش أي شركة طبعاً سمعتنا ولا حد جا وجه لنا أي شغل، فعشان كده بقى إحنا اللي هنشتغل بنفسنا. وفي إكسكلوسيف أغنية من كلماتي وألحاني، هي أغنية لبنانية وعشان خاطر عيون ستني دول بس. حتى حياتي حياتي تقبريني. شي اللي صاير فيك مش عم بعرف حالي، راح اللي كان حبيبي وكل ليل في منامي. يمكن شوية وقت، يمكن تقول قدرت رجع كل المضى واحسب حساباتي، واحباب القلب هجروني وتركولي الاهات، دمي نشف بعروق وقلبي ما في دقات. واحباب القلب هجروني وتركولي الاهات، دمي نشف بعروقي وقلبي ما في دقات. دي حته صغيره جدا يعني. الاغنيه دي هتفتن بس تعبيتك وتلحيني. في اغنيه ثانيه برضو من تاليف وتلحيني لبناني. شو حلو. انت حينزل الشغل؟ احنا بنشوف بقى دلوقتي عشان التوزيع والمكساج والحاجات دي كلها، وعلى اخر السنه ان شاء الله. هاي هيدا خبر مروه. مروه امين. والناس بلشت تكتب لمروه امين. سجوج عيسى بتقلك ما تسكتي عن حقك، مروه بضحي الكل، وكان الهدف انه يوصلوا اصوات ضعيفه ليفوز المجنون الريفي.